السلام عليكم. تم البارحة تدشين الشطر الأخير من طريق السيارة شرغب والواقع في ولاية طرف واللي يمتد على مسافة 89 كيلومتر. إذا تم تدشين تاع المقطع الأخير من هذا الطريق اللي الآن يصل إلى 2230 كيلومتر طول، واللي حسب تصريح نتاع الوزير الأول إذن فشبكة طرقات السيارة في الجزائر تصل إلى ما لا يقل عن 9000 كيلومتر، وتعدل شبك أكبر شبكة تاع طرقات السيارة في إفريقيا. هذا تصريح تاع الوزير الأول، وكذلك أنه الشبكة تاع الطرقات بصفة عامة بجميع أنواعها تصل إلى حوالي 140 ألف كيلومتر، حيث تفوق كل دول المجاورة مجموعة، إذن بفارق كبير. هذا ما صرح به وزير الأول أثناء عملية التدشين انت هذا الشطر. هذا أترككم تتابعون كل تفاصيل العملية نتاع التدشين والافتتاح نتاع طريق السيار هذا، يعني آخر جزء من طريق السيار. والسلام عليكم. الجزائرية إلى طريق السيارة لطرق السيارة على مسافة 5500 كيلو، وهذا المقطع الأخير من طريق السيارة على مسافة 84 كيلومتر. اسمحوا لي أن أنقل لكم سكان مدينة الطرف والمناطق المجاورة أسمى تحيات السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي شرفني بالوفد الكبير المرافق لي بهذه المهمة المباركة. هنيئا لسكان هذه المنطقة والجزائر على هذا الإنجاز الذي يعني تم، بالرغم من كل العراقيل والتعقيدات والتي أتمنى أن نستفيد منها وأن نستخلص العبر، خاصة بالنسبة للأجيال، إنجاز أن تكون هناك استراتيجية صيانة آلية. وهذا الدور الذي نمرت بهذه الدور الصيانة التي أنجزتموها حاليا، ونتمنى أن تكون مفعلة حتى نحافظ على بيزة هذه الطرق. وما نسيت من ذكره هو أن شبكة الطرق في الجزائر تتعدى 141 ألف كيلومتر، شبكة الطرق منها 9000 كيلومتر من طرق السيارة، 8860 يعني أظن من الطرق السريعة. يعني لو مقارنة بالدول الجوار، فدول الأربعة المحيطة بنا يعني لا تتعدى يعني شبكة الطرقات 100,000 كيلومتر. يعني لكم تتصوروا الفرق الشاسع الموجود بين شبكة الطرقات في الجزائر 141,600 كيلومتر أظن، صح حديث الوزير، و 9000 من طرق سيارة، يعني بالمعايير الدولية يجب يعني التذكير بها في كل مرة، والتذكير بالمجهودات التنموية التي تبذلها الدولة الجزائرية. ونحن نظن بتجسيد برنامج السيد رئيس الجمهورية في يعني الشق القطر الوطني جنوبا بالسكة الحديدية، وكذلك الهضاب العليا بالطريق السريع الجديد إن شاء الله رب العالمين. إنجاز يتحقق تدربت واكتسبت فيه كفاءات جزائرية الخبرة والتجربة بما ينافس كبريات الشركات وبمقاييس دولية.